ينتشر جنود محور آزال في ثلاث مديريات بمحافظة صعدة، الأولى باقم شبه المحررة، والثانية الصفراء الجبلية، والثالثة مجز التي تتمترس الميليشيات في سلسلة الجبال المحيطة بها. لهذا تحاول الميليشيات أن تجد لها موطئ قدم في المناطق المسيطر عليها من قبل محور آزال، مما دفعها لشن هجمات متلاحقة باءت كلها بالفشل وخلفت قتلى بالعشرات، وهنا تظهر بطائقهم. وهذه مشاهد من كاميرا قناة المسيرة الحوثية توضح كيف يتم رسم الخطط بأسلوب مسرحي لإضفاء صبغة العسكر على ميليشياتها. كانت لدينا معلومات مسبقة، وحيث قمنا بالرصد والمتابعة وتم استدراجهم إلى المضايق والسوائل إلى مناطق يصعب الرجوع منها، وتم إيصال وكنا نقوم نحن بإعطائهم الأمان بهدف استدراجهم إلى قرب مواقعنا ليتم التعامل عليهم، وذلك بواسطة الطيران التحالف العربي والمدفعية التابعة للمحور أزال، وكذلك التعامل معهم من قبل العيارات التابعة لنا في محور أزال. جنود محور آزال المتواجدون في مديرية باقم يخوضون حرب استنزاف مع الميليشيات بكسر الهجوم تلو الآخر، ويتقدمون بهجمات مضادة خاطفة. هذا هو وادي الميل الاستراتيجي الذي يحيط بمركز مديرية رازح ويؤمن أي محاولة لدخول الميليشيات إلى المناطق المحررة في سلسلة جبال الأزهور الاستراتيجية. لقناتي العربية والحدث، محمد العرب من وادي الميل في مديرية رازح بمحافظة صعدة.